بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس المحترم، سيدات والساده المستشارين المحترمين، سيد المستشار شكرا على السؤال حول تنزيل الحمايه الاجتماعيه للسائق المهني وتبسيط مساطر البطاقه المهنيه والنهوض بالوضعيه ديال السائقين المهنيين. كيف تعرفوا هذه الحكومه عملت على اجراءات الورش الاستراتيجي ديال الحمايه وتنزيل ديال ورش التغطيه الاجتماعيه لفائده السائقين المهنيين غير الاجراء، وصدروا جوج ديال المراسيم مرسوم خاص بالسائقين الحاملين لبطاقه سائق مهني غير سائق سيارات الاجره، ومرسوم اخر خاص بسائقي سيارات الاجره. تماشيا مع هذين المرسومين تم ابرام اتفاقيتين بين وزاره وصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باش نتبادلوا المعلومات الالكترونيه وباش نوافيوا صندوق بلائحه السائقين المتوفرين على بطاقه السائق المهني، قصدا تسهيل عمليه الاتصال بهم والشروع في عمليه الانخراط في هذين النظامين. من جهه اخرى بغيت نشير الى ان الوزاره تتمول برنامج تكوين السائقين المهنيين، تتخصص سنويا حوالي 100 مليون ديال الدرهم للتكوين الاولي والتكوين المستمر، مع العمل على ان يكون هذا التكوين يتناسب مع ظروف مهن السياقه من خلال عمليه مراجعه مدته ومضامينه كما كان جاء طلبا من السائقين المهنيين. وتنعتمدوا 56 مركز التكوين الخاص علاوه على مراكز مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل. لحد الان هذه السنه تم تكوين حوالي 22000 سائق مهني برسم السنه كيف قلت، وهو ما يمثل نسبه 50% من العدد اللي كنا تنستهدفوه واللي هو 45000 سائق سنويا. هذا وفي اطار مسلسل الحوار القطاعي اللي تنباشره مع المهنيين، قمنا أيضا بتعيين لجنة مشتركة تتهم ملف السائقين المهنيين. وشكرا.